بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر مؤسسة دار أهل الأثر بالإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مكتبة وتسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قصتي في طلب العلم، حوار مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ضيفنا في هذه الليلة هو معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. سأكتفي بهذا التعريف وأترك بقية التعريف والحديث عن حياته وعن نشأته وعن حياته العلمية والعملية لضيفنا ليتحدث عن ذلك من باب التعريف. بداية نرحب بضيف البرنامج، فأهلا وسهلا معالي الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم ونفع بما تقدمونه للأخوة المستمعين. نعم، بارك الله فيكم. تعودنا في مثل هذه اللقاءات التعريفية وربط الناس بعلماء الأمة وكذلك بضيوف الإذاعة أن نتعرف بداية على المولد والحياة الطفولية والولادة وحياة التعليم حفظكم الله، فلعلي أترك المساحة الأولى في هذا اللقاء معكم لتقدموا للإخوة المستمعين الكرام ما يجول في بالكم وخاطركم وتعريفا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي، ولكن بما أنك سألتني السائل له حق، فأقول الولادة. ولدت في بلدة الشماسية في شرقي القصيم عام 1354 للهجرة، ونشأت فيها نشأتي الأولى. قرأت في الكتاب على إمام الجامع في ذلك الوقت محمود بن سليمان السلال رحمه الله، وكان حافظا للقرآن مجيدا حسن الصوت مجودا للقرآن، فقرأت عليه القرآن حتى ختمته نظرا، ثم تعلمت عليه الخط فأصبحت قارئا كاتبا ولله الحمد. وكان في ذاك الوقت في بلدتنا قل من يقرأ الكتاب ويكتب، ما عدا إمام المسجد ونفرا قليلا من المتعلمين. ثم في سنة 1368 في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة فتحت المدرسة الابتدائية الشماسية، وكنت من أول الملتحقين فيها، فأتممت تعلم القرآن بالتجويد وتعلم الخط والحساب حتى وصلت إلى المستوى السنة الثالثة الابتدائية. ثم أشار علي مدير المدرسة آنذاك الأستاذ محمد بن سليمان المقبل رحمه الله أن ألتحق بالسنة السادسة الابتدائية في المدرسة الفيصلية في بريدة،
وقال إن بقاءك في هذه المدرسة يعوقك كثيرا، فقبلت المشورة والتحقت في السنة السادسة وأنا في المستوى الثالث الابتدائي، التحقت في السادسة وأعان الله سبحانه وتعالى، تخرجت منها ونلت الشهادة الابتدائية في عام 1371. يعني مدرسة من الشيخ الخامسة والرابعة؟ لا، هذا يسمونها القفز، قفز، يعني بحكم أني متعلم من قبل فتح المدرسة الكتابة والقرآن وعندي مطالعات في كتب، كان عندي نوعا من الحصيلة، فأعان الله سبحانه وتعالى والتحقت في السنة السادسة قافزا من السنة الثالثة الابتدائي، تخرجت من هذه التفوق ولله الحمد في عام 1371 للهجرة. تعينت بعدها مدرسا في نفس المدرسة، مدرسة بلدي، ودرست سنتين. رجعت الشماسية أو بالفيصلية؟ لا لا، الشماسية. نعم، الشماسية المدرسة التي بدأت الدراسة فيها والبلد الذي نشأت فيه. في سنة 1373 فتح المعهد العلمي في بريدة، وكنت من أول الملتحقين فيه، وتركت التدريس في الابتدائي، فأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية بتفوق ولله الحمد، تخرجت منه عام 1377 بشهادة الثانوي المتضمنة طبعا للمتوسط. كان مدير المعهد آنذاك الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، العالم المشهور صاحب الرحلات والأمين العام الآن المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وكان من زملائه عدد كثير، كان منهم عدد كثير. أبرز الكتب التي كنتم تدرسونها آنذاك؟ درسنا الكتب المقررة في النحو، النحو الواضح للشيخ علي الجاري في السنتين الثانية وفي السنتين الأولى والثانية، السنة الثالثة وما بعدها درسنا الألفية، ألفية ابن مالك، حتى أكملناها في السنة الخامسة من المعهد. وبالنسبة للمدرسين آنذاك؟ هذا بالنسبة للنحو. بالنسبة للفقه درسنا زاد المستقنع على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله، وكذلك في التوحيد قرأنا عليه في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية على نفس الشيخ رحمه الله، قرأنا في بقية العلوم الحديث والتفسير والبلاغة والأدب على الأساتذة المصريين المنتدبين للتدريس إذا في هذا المعهد آنذاك. نعم نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك أنت سألت سؤالا من المدرسين، المدرسون الذين درسنا عليهم في المعهد هم كما ذكرت لك على رأسهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، الشيخ علي شباب الأزهري في النحو، والبقية لا تحضرني أسماءهم لكثرتهم، وأيضا لأنهم لا يستمرون، يدرس الواحد السنة ثم يذهب ويأتي آخر وهكذا، لكن الذين داومنا معهم هم هؤلاء. نعم. هل تذكر من زملائكم أحد الآن الشيخ؟ والله يذكر منهم الأحياء وأموات رحمه الله، أذكر منهم الشيخ سليمان
العبودي أخا الشيخ محمد الناصر العبودي وقد توفي رحمه الله. الشيخ سلطان العرفج أيضا توفي رحمه الله. الشيخ إبراهيم الثلاثي الأستاذ المعروف حفظه الله. بقية يعني زملاء لكن هؤلاء من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن الجار الله قاضي التمييز في مكة، الشيخ صالح الزرعاوي رحمه الله قاضي التمييز في مكة، وهكذا يعني لنا زملاء كثيرون. نعم. وبعد أن حصلتم على الشهادة الثانوية من معهد بريدة إلى أين اتجهتم حفظكم الله؟ اتجهنا إلى الرياض لأنه ليس هناك كلية نواصل فيها الدراسة في ذلك الوقت في تخصصنا إلا كلية الشريعة أو كلية اللغة في الرياض، هما الكليتان الوحيدتان في رئاسة خاصة تسمى رئاسة الكليات والمعاهد، في رئاسة المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ونائبه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمهم الله جميعا. التحقت في كلية الشريعة في سنة 1378 واستمرت الدراسة فيها إلى عام 1381. وقبل التخرج احتاجوا إلى مدرسين فأخذونا من السنة الرابعة في معهد قبل أن نكمل. تدرست في معهد الرياض وأنا في نفس الوقت أدرس في كلية الشريعة، أدرس وأدرس في هذه السنة حتى تخرجت من كلية الشريعة عام 1381. نعم. نعم بارك الله فيكم. أيضا لو سألنا عن الدراسة في الكلية في كلية الشريعة ومن كان يعني من زملائكم أو من المدرسين حفظكم الله؟ أدركنا فيها مشايخ كلا درسنا عليهم من أهل نجد، منهم الشيخ الدعيد بن باز رحمه الله، منهم الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، الشيخ عبد الله بن صالح الخليطي رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم المشهور صاحب أضواء البيان، هؤلاء والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، هؤلاء من أكبر من أدركنا وأخذنا عنهم. أخذنا كذلك عن المدرسين الأساتذة المصريين الأزهريين رحم الله من مات منهم ووفق وحفظ من بقي منهم، أخذنا عنهم في النحو والبلاغة والحديث والتفسير وعلوم اللغة. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. تتحدثون أيضا عن مرحلة الطلب أنذاك في ذلك الوقت، كيف كانت، كيف كان الحصول على الكتب، كيف كانت أيضا أوقات الدراسة في ذلك الوقت؟ أما الحصول على الكتب فولاة الأمور حفظهم الله وفروها لنا، يطبعونها ويوزعونها علينا بالمجان، بل ويعطوننا مراجع أيضا زائدة عليها للتوسع في المطالعة والثقافة، تصرف لنا من المستودع العام. فالكتب كانت موفرة ولله الحمد، وجزى الله عنا ولاة أمورنا خير الجزاء. وأما وقت الدراسة فكان ذاك الوقت وقت الصفا، ما فيه مكدرات، ما فيه قضائيات، ما فيه شواغل، وكنا متفرغين للدراسة وكل وقتنا للدراسة. الدراسة في النهار في الكلية والدراسة في الليل للمراجعة، وليس عندنا شواغل أبدا إلا الدراسة، وكنا موفرين الوقت على الدراسة الليل والنهار حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا التخرج. بل ما كان هناك كهرباء في ذاك الوقت، ما عممت الكهرباء على الرياض، كنا ندرس على السرج العادي. فبقيت وأدرس في المعهد وأدرس على طبيعتي في الأول حتى أكملت دراسة في هذه السنة ولله الحمد بتفوق. ودرست في المعهد بعد التخرج من الكلية سنة ثانية،
يعني درست في المعهد العلمي سنتين، سنة قبل أن أتخرج وسنة بعد التخرج، ثم إنهم أخذوني للتدريس في كلية الشريعة بعد سنتين في المعهد، واستمر التدريس في كلية الشريعة إلى عام 1395 تقريبا، 1395 تقريبا فتحت دراسات العليا، تحولت الكليات إلى جامعة كما لا يخفاكم، جامعة الإمام، فتحت الدراسات العليا، فأخذت للتدريس في الدراسات العليا من كلية الشريعة، ثم إني نقلت إلى التدريس في المعهد العالي للقضاء، ثم نقلت من التدريس إلى إدارة المعهد العالي للقضاء، ثم لما تمت مدة الإدارة، أن مدة الإدارة على فترتين، كل فترة 3 سنوات، فأكملت 6 سنين في إدارة المعهد العالي للقضاء، ثم عدت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء، ثم نقلوني إلى دار الإفتاء عضوا في اللجنة الدائمة وعضوا في هيئة كبار العلماء، ولا أزال على رأس العمل والحمد لله. عن كم تم تعيينكم ونقلكم إلى هيئة كبار العلماء؟ هي تقريبا 1407. نعم. بالنسبة لدراستكم في الماجستير، ما هو كان عنوان الرسالة؟ الرسالة كانت في الفرائض، عنوانها التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهي رسالة مطبوعة. وبالنسبة للدكتوراه؟ الدكتوراه أيضا في نفس التخصص في الفقه، سجلته في الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة، والرسالة مطبوعة الآن والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم، رحلة علمية وعملية موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور صادق الغزان الغزان، في ليالي رمضان ويأتي هذا اللقاء، هذا الشهر الفضيل المبارك، كيف كان يمر عليكم أثناء دراستكم وأثناء أيضا طلبكم العلم، وكيف كانت أحوال الشباب آنذاك في رمضان؟ كنا في أول الدراسة، تنتهي الدراسة في بداية شعبان ويكون رمضان في العطلة، هذا في أول الدراسة الابتدائية والمعهد، وفي آخر سني المعهد السنة الخامسة من المعهد أدخل رمضان في الدراسة، وكنا ندرس في شهر رمضان في السنة الخامسة من المعهد عام 1377، هذه أول سنة درسنا في رمضان. ومتى كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان؟ كان يبدأ اليوم الدراسي في رمضان بعد الفجر، بعد الفجر، وننتهي قبل الظهر، وكان وقت النشاط، وقت البراد، ونرتاح بعد الظهر إلى العصر، فكان لا صعوبة في الدراسة، لأننا نبدأ مبكرا وننتهي مبكرا، وليس فيه سهر. نعم، فكان ذاك الوقت يعني الدراسة مع الصيام متوائمة جدا. كنت تقضون تلك الأيام في شهر رمضان المبارك، سواء كان في الليالي أو في النهار؟ أنا بعد ما تخرجت وانتهيت من مشغلة الدروس والمذاكرة، وحين ذاك أقبلت على حفظ القرآن ولله الحمد، فحفظته في سنتين تقريبا والحمد لله، وكنت في العطلة من يوم كنت في الطلب، وأنا أستغل العطلة للمطالعة في الكتب المطولة والردود، لتتسع العلوم والاطلاع، أجد في ذلك لذة ولله الحمد، فكنت أصرف وقت العطلة في المطالعة التي يسمونها المطالعة الحرة، وكان أكثر قراءتي في العقائد وفي الفقه. لو نقلتم لنا معالي الشيخ صالح،
صورة من صور المجتمع أنذاك في شهر رمضان المبارك، كيف كانوا يستقبلون رمضان، كيف كانوا يعيشون أيامه ويتبادلون التهاني في قدومه. والله كما ذكرت لكم كان في ذاك الوقت من فتح على الناس باب التجارة الباهتة الآن التي أشغلت أكثر الناس وصاروا يجرون وراءها ليلا ونهارا، من كانت التجارة معتدلة يعني كانت التجارة معتدلة وكانوا قانعين فيما يحصلون عليه من الربح ومن المال، وليست هناك فضائيات ولا قنوات ولا انترنت ولا ما يشغل الناس في ذاك الوقت، اللهم إلا الإذاعة عند بعضهم، ما كلهم أيضا يستعمل الإذاعة، فكانوا في فراغ في وقتهم وفي بالهم وأفكارهم، وكانوا إذا أقبل رمضان يستقبلونه بالبشر والسرور، وكانوا يقومون مع الإمام ويصلون التراويح والتهجد في آخر رمضان ولا يتركون من الصلاة شيئا مع الإمام. إذا رأيتهم في التراويح أو في التهجد تظنهم في الفريضة، في صلاة الفريضة لا يتخلف أحد من جماعة المسجد، وكانوا في النهار يقرؤون القرآن، حين يصلون الفجر يقرؤون القرآن إلى أن ترتفع الشمس، والمساجد ملأ ولها دول لقراءة القرآن، ثم ينصرفون وينامون قليلا يرتاحون ثم يذهبون إلى أعمالهم، ثم يذهبون إلى أعمالهم، يأتون وقت الظهر ويبكرون للمسجد ويقرؤون القرآن، ثم ينامون بعد الظهر، ثم بعد العصر يقرؤون القرآن من صلاة العصر إلى قبيل الغروب. هكذا كان دائما المساجد دائما ملأ بالشباب وبالشيوخ والكبار، كانوا يملؤون المسجد ولهم دوي بقراءة القرآن، وقد لا تجد لك مكانا في المسجد. نعم بارك الله فيكم. عودا على بدو الحديث عن إنتاجكم العلمي ومؤلفاتكم بارك الله فيكم، لكم مؤلفات ويعرفها الكثير، ولكن تذكيرا ببعض منها والأهم منها وكذلك نشاطكم الإعلامي حفظكم الله، وكيف ترى أهمية المشاركة الإعلامية سواء كانت في الصحف أو في الإذاعة؟ فضلا اقلب الشريط. المؤلفات أنا ما كان لي هوى بالمؤلفات لأني أرى أن دون ذلك، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونت أسباب للتأليف، منها أولا أني كلفت بوضع مناهج لتأليف كتب لمناهج الدراسة، يعني كلفت بتأليف كتب لمناهج الدراسة في المعاهد العلمية في الفقه وفي التوحيد، ثم أيضا صار لي برامج في الإذاعة، فمثلا شرحت كتاب زاد المستقنع في الإذاعة وأضوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على يعني المجلدات الأولى المتعلقة بالعقيدة، وأيضا قمت بإعداد برنامج في الإذاعة في الفقه عموما، يعني لا بكتاب مخصص
اسمه من الفقه الإسلامي، فكتبت فيه حتى أنهيت الفن، فتكون من ذلك كتب فرغت من الأشرطة مثل الملخص الفقهي، ومثل أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل شرح ذات المستقنع، كلها طبعت ولله الحمد. ومنها شيء في الردود مثل الرد على كتاب الحلال والحرام للشيخ يوسف الدراوي، الإعلام في نقد كتاب الحلال والحرام، هذا ألفته تأليفا وقرأته على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله حتى استفدت من علمه وتهذيبه في الكتاب، وبقية الكتب من هذا النمط، إنما قد تكون برنامج للإذاعة أو منهجا دراسيا أو ردا على شبهات أو نحو ذلك. نعم. كذلك كان لي دروس ولله الحمد في المسجد، وكانت تسجل في أشرطة، ثم يقوم بعض الطلبة جزاهم الله خيرا فيفرغونها ويكتبونها، فأطلع عليها وأغذبها ثم تطبع. هذا هو يعني سبب ما يسمى بالتأليف. بارك الله فيكم، رحلة عملية وعلمية موفقة بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. حقيقة معالي الشيخ، نحن في ختام هذه الحلقة، فلعلكم تودون أن توجهون رسالة للشباب للمحافظة على الوقت، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي حياتهم كلها حفظكم الله، والتواصل بين الشباب والعلماء والاستفادة من خبراتهم وعلمهم. الشباب في الحقيقة هم عدة الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، اعتمد عليهم الأمة، لأنهم هم الذين يخلقون آباءهم ويقومون بالواجب بعد آبائهم، لأن هذه الدنيا أجيال، يذهب جيل ويأتي جيل، والمسلمون ولله الحمد لا يزالون يخلق خلفهم عن سلفهم بالقيام بهذا الدين، بتعلم العلم وتعليمه، بالمحافظة عليه، بالجهاد في سبيل الله في جميع نواحي أمور الدين والدنيا. الشباب هم العدة التي تعتمد عليها الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يعرفوا أنهم يهيئون لمستقبل ولمسؤولية تنتظرهم، فعليهم أن يطرحوا الفساد وأن يطرحوا ضياع الوقت وأن يستغلوا وقتهم للاستعداد للمستقبل الذي ينتظرهم للقيام بالمسؤولية. عليهم أن يقبلوا على التعلم، سواء كان التعلم في المدارس الدراسة النظامية أو كان التعلم على العلماء المعروفين في المساجد، عليهم أن يحرصوا على التعلم من أصوله، ولا يتعلموا على الكتب أو على المطالعات ويتركون الدراسة النظامية والدراسة على العلماء ويعتمدون على أنفسهم أو يتعلمون على أمثالهم أو يتلقفهم أشرار يحملون أفكارا سيئة يغسلون أدمغتهم ويملؤونها بالأفكار الخبيثة كالتكفير وغير ذلك، أو نقيض من ذلك بالإلحاد وبغض الإسلام، كما هو معروف الآن من بعض الشباب، وأن يلزموا طريق الوسط وطريق الاعتدال، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وليعلم الشباب بالذات شباب المسلمين أنهم مستهدفون من الداخل والخارج لأجل إفساد أفكارهم وتحميلهم أفكارا سيئة ضد دينهم وضد مجتمعهم وضد ولاة أمورهم، عليهم أن يحذروا من هذا غاية الحذر. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بودنا أن يطول الحديث معكم معالي الشيخ، ولكن وقت البرنامج انتهى، ولعل يجمعنا بكم باللقاء القادم بإذن الله تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، نشكر معالي الشيخ صالح أبو فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لكم معالي الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. حياكم الله وبارك فيكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بما تقدمونه للمسلمين من خلال هذا البرنامج وغيره من البرامج النافعة المفيدة. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى بفعل أوامره والكف عن نواهيه وما يغضبه وما يسخطه، فإن هذا ملاك الأمر كله، وهذا خير الدنيا والآخرة. ثم اعلموا أن ما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أيها الإخوة في الله،